بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الأدعية والأذكار تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري يحفظه الله. من آداب الدعاء إخفاؤه. مر معنا قول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وما فيه من نهي وتحذير من الاعتداء في الدعاء بجميع صوره، وأن الدعاء الذي يتضمن الاعتداء لا يحبه الله ولا يرضاه ولا يقبله، مما يتطلب من المسلم الحيطة والحذر من الوقوع في شيء من ذلك. والآية الكريمة مع هذا تضمنت أيضا بيان أدب آخر عظيم من آداب الدعاء، ألا وهو إخفاؤه وإسراره وعدم الجهر به، وذلك في قوله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أي سرا لا علنا، كما قال تعالى: واذكر ربك في نفسك. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، السلام ورحمة الله وبركاته، قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب. قال الحسن البصري: لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه بالسر فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل، وذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام في الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. ومن الآداب في الدعاء أن يكون الدعاء خفيا، ولذلك الله تبارك وتعالى لما مدح زكريا في مفتتح سورة مريم قال: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني نادى هنا بمعنى دعا. فالأصل في الدعاء أن يكون الدعاء خفيا. وأيضا هذا من كلام ربنا عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فمن الأدب في الدعاء أن يكون فيه الضراعة وأن يكون فيه الخفاء. والأمر هنا دلالة على الوجوب، ومنهم من قال الأمر هنا دلالة على الاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب حتى يدل الدليل على الصارف، فيبقى إلى الاستحباب: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. فدل أن الأفضل هناك أن يكون الدعاء في الخفاء. ومن حديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري في الصحيح أنهم كانوا في غزاة وأخذ الناس يدعون ربهم عز وجل ويرفعون ألسنتهم وأصواتهم بالدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعوا على أنفسكم. والإرباع هنا بمعنى التلطف، يعني تلطفوا على أنفسكم، ومنها أربع القوم إذا رجعوا إلى مرابعهم: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه سميع بصير. إذن ما نراه من فعل بعض الناس في العمرة وفي الحج أيها الكرام الفضلاء، ولا سيما حول الكعبة أو بين الصفا والمروة، أنهم يدعون بهذه الأصوات المرتفعة، هذا هو خلاف الأولى وخلاف ما جاء القرآن به والسنة به. ويزيد على ذلك من البدع أيضا أنه يتقدمهم واحد وهم يرددون وراءهم، لا شك أن هذا بدعة، وهذا يسمى الدعاء الجماعي.
والأصل فيه الإنسان أن يعرض حاجته عند ربه عز وجل في الخفاء وليس في رفع الصوت والعلانية. تبقى المسألة لو رفع الإنسان صوته بالدعاء، قالوا لا حرج في ذلك إذا كان يسمع نفسه ولا يشوش على غيره. قالوا لا حرج في ذلك إذا كان يأمل على نفسه النجاة من الرياء، وقالوا لا حرج في ذلك إذا كان خاليا بنفسه كدعاء الإنسان في قيام ليله وحده، أو دعاء الإنسان في مكان لا يسمعه فيه أحد ممن حوله. نعم، ولكن الأصل أن الإنسان يدعو في الخفاء. وهنا يترتب على ذلك مسألة، وهو ما يفعله بعض الناس لما تصلي بجواره، تجد أن كل الأذكار التي يقولها يسمعها لمن حوله، بل يتعدى صوته لمن بجواره عن يمينه وعن شماله. قال بعض أهل العلم وهذا تبطل صلاته، فالأصل في أعمال المأموم السرية. الأصل في أعمال المأموم السرية. نعم. قال ابن جريش رحمه الله: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة، وإخفاء الدعاء وعدم الجهر به أدب لا بد منه، يترتب عليه من الفوائد والفضائل والمنافع ما لا يعد ولا يحصى. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لإخفاء الدعاء فوائد عديدة يتبين من خلالها أهمية إخفاء الدعاء وكثرة العوائد والفضائل المترتبة على إخفائه. أحدها أنه أعظم إيمانا، لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. وثانيهما أنه أعظم في الأدب والتعظيم، فإن كان إذا كان الإنسان في حضرة ملك من ملوك الدنيا أو وجيه من وجهاء الدنيا يريد أن يعرض له حاجته، أكان يرفع عليه صوته؟ يريد يعرض حاجته بلطف وبأدب، فالله من باب أولى. نعم. وثانيهما أنه أعظم في الأدب والتعظيم، فإن كان يسمع الدعاء الخفيف لا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. ثالثهما أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده، إن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وضلت جوارحه وخشع صوته. رابعهما أنه أبلغ في الإخلاص. خامسهما أنه أبلغ في جمعية القلب على الرب عز وجل في عرض حاجته، والإخلاص يعني يكون بعيدا فيه عن الرياء. نعم. أنه أبلغ في جمعية القلب في على الذلة في الدعاء، من رفع الصوت يفرقه، يعني أبلغ في الجمعية القلب يعني في اجتماع القلب. نعم. كلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده للمدعو سبحانه. سادسهما أنه دال على قرب صاحبه للقريب، لا مسألة النداء البعيد للبعيد، ولهذا أثنى الله على عبده. ولذلك قال ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم. وقال تعالى: هو أقرب إلي من حبل إيش؟ الوريد. من حبل الوريد. نعم. ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله: إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا. نعم. دعا ربه دعاء خفيا. نعم. لا يسمع فيه أحد. ولما استحضر القلب قرب الله عز وجل، وأنه أقرب إليه من كل قريب، أخفى دعاءه ما أمكنه. سابعها أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب، بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه، وهذا نظير من يقرأ ويكرر من رفع صوته فإنه لا يطول له، بخلاف من خفض صوته
فمنهما إن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات. ثامنها أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدري به أحد، فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره، وإذا جهر به فرطت له الأرواح البشرية، ولا بد يعني إذا رفع صوته بالدعاء فإن الأرواح البشرية تنظر إليه، ولا بد لو أنا في هذا المجلس ورفعت صوتي الناس كلها إيش ستنظر إليه، وهذا فيه تشويش، ولا شك أن يكون هذا فيه تشويش. نعم. ومنعته وعارضته. السلام ورحمة الله وبركاته. ولو لم يكن إلا تعلقها به يفزع عليه همته ويضعف أثر الدعاء، ومن له تجربة يعرف هذا، فإذا أسر الدعاء أمن هذه المفسدة. تاسعها أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد، ولكل نعمة حاسد على قدرها. دقت يعني احنا الأسبوع الماضي زرت أحد الناس، هذا الرجل سبحان الله كان عنده مشكلة في الغدة، الغدد الجاردة رقية، والغدد الجاردة رقية هذه بتكون أربعة لما يحدث لها، وهي في حبة الحمص الصغيرة، ولما يحدث لها الاستئصال فإنها تؤدي إلى اختلال في الكالسيوم، تؤدي الاختلال في الكالسيوم، فيتم زرع غدة صناعية لكي يبدأ الجسم يرجع إلى إفراز الكالسيوم مرة أخرى، وهذا الشخص أدى به الفشل الكلوي إن هو يغسل في الأسبوع أربع أو ثلاث مرات. نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه. فكان مع شدة ما هو فيه أيضا يشد على نفسه لكي يصلي في المسجد مع الجماعة، وإحنا قلنا يعني كل ذي نعمة محسود، ولذلك فكان ينظر إليه جماعة المسجد، يعني أنت عندك فشل كله وجاي أيضا إيش إلى المسجد، فأصبح الآن طريح البيت ما يتحرك في أي مكان، بل أخذوه يوما لكي يروحوا عنه ويخرجوه من جو البيت، فجاء ليرفع رجله، الانترنوك هذا اللي في الشارع هذا الرصيف يسموه، جاء ليرفع رجله فطاح على قفاه، قال الحمد لله أنه ما طاح على حجر أو حرف أو على شيء صلب، كان يعني تأثر تأثيرا شديدا. ففعلا أحيانا الإنسان أيها الكرام الفضلاء تجدوا الإنسان إذا كان موفق للقرآن هناك إذا علم به الناس حسدوه، ما تريد موفق مثلا إلى التبكير إلى المسجد، ما تريد مثلا موفق إلى الذكر، موفق إلى الصدقة، موفق إلى حضور مجالس العلم، موفق إلى كذا، تجد الناس يتكلمون في ذلك، وقليل من يبرك ويقول يعني ما شاء الله تبارك الله. ولذلك جاء في الحديث لكنه ضعيف، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، والصواب استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. فالشاهد أن الإنسان لما يدعو ويدعو بصوت مرتفع مع المخالفات الشرعية والكراهة التنزيهية، فإنه يحصل له هذا النوع من حسد بعض إيش من حسد بعض الناس، وهذا تجدونه مشاهد. وكم من أناس كانوا حريصين على فعل الخير فأصابهم ما أصابهم من حسد الحاسدين ورصد الراصدين وقصد القاصدين، فأدى بهم هؤلاء سبحان الله أنهم ما استطاعوا أن يقوموا بأي عمل من الأعمال التي كانوا يحافظون عليها فيما كان سابقا. نعم. تاسعها أن أعظم نعمة الإقبال والتعبد، ولكل نعمة حاسد على قدرها، دقت أو جلت ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، فإن أنفس الحاسدين متعلقة بها،
ليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته على عن الحاسد. من إخفاء نعمته. قال يعقوب قال يعقوب ليوسف عليهما السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يعني نتأمل في هذه الآية أن الإنسان يحسد أخاه حتى على مجرد الأحلام التي يراها في النوم. أرأيتم؟ يقول أنت دائما أحلامك كلها طيبة وحلوة كده. وهذا هو قول ربنا عز وجل، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ليه؟ لأن الرؤية جميلة، والرؤية فيها سؤدد ليوسف عليه السلام. إذن حتى الناس يحسدونك فيما تراه في النوم وليس لهم فيه دخل. ولذلك يعني ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد. هناك بعض الناس يقول لك: يا أخي بس أنتوا غير، ما في غير الحسد عند المسلمين، ما في غير السحر عند المسلمين. إيش معنى السحر ما يجي في أوروبا؟ يا أخي في سحر وفي حسد، بدليل أنا أذكر لكم يعني فور إكزامبل، يعني كمثال، لاعب زي نيمار هذا مثلا كم سعره؟ أنتم أدرى. لا سعره فوق، لا 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 لا، سعره في اشتروه بما يساوي فوق المليار وشوية، نادي باريس سان جيرمان. ما كمل شهر شهرين خبط في رجله، دحين لحد الآن قاعد على السرير. هذا نوع من أنواع إيش؟ الحسد. لكن لأنهم هم مصروفون عن القرآن والسنة، ما يفهمون مثل هالأشياء. عرفتم؟ ما يفهمون مثل هالأشياء. لكن نحن لأننا كل شيء نربطه بالقرآن والسنة، نفهم هذه الإيش؟ نفهم هذه الأشياء ونوكلها إلى مسببها وصاحبها تبارك تبارك وتعالى. وقص على ذلك أشياء كثيرة جدا 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 في مثل هذه الأشياء. تجد أن والواحد منهم في أوروبا نجما في مجاله، وفجأة سبحان الله جاءته كف وضيعته كله ونسيه الناس. ما الذي يحدث مثل هذا؟ تحدث مثل هذه الأمور أحسن الله إليكم من الحسد. يحكي لي أحد الناس، يقول: خرج إلى أمريكا أحد أصحابه ليتعلم اللغات، فسكنوه مع أسرة. الأسرة هذه امرأة ومعها بنات، ولا يسمحون بالتدخين داخل إيش؟ البيت، لا في روم سموكر روم ولا سموكر إيريا ولا أي شيء، ما فيش. فلكي يدخن هذا الشاب يخرج إلى خارج إيش؟ البيت. فرأته صاحبة البيت المجاور وعندها بنات، قالت له: تعال عندنا، احنا عندنا سموكينج روم خاصة وحنقوم بخدمتك تماما، ما في داعي انك انت تدخن خارج ايش؟ المنزل، احنا عندنا غرفه خاصه للمدخنين وتعال عندنا. هذا نوع يسموه حسد ولا مو حسد؟ لكن هم لا يفهمون، لا دين لهم في مثل هالامور. لكن هذا عندنا في الاسلام: لا يبيع احدكم فوق بيع اخيه، ولا يخطب فوق خطبه اخيه. فتجد ان هذا الدين ايها الكرام الفضلاء هو الذي ربى هذه النفوس. ولذلك لما تأتي مع الذين كانوا كفروا وأسلموا، أظن في لاعب فرنسي أنا ما أدري إيش اسمه سبحان الله، يعني يقول: إن الإسلام هذبني، يقول الإسلام هذبني، فأصبحت أكثر هدوءا مما كنت قبل ماذا؟ قبل الإسلام. بل وفي إحصائية أخيرة للأمريكان بريزونرز، السجناء الأمريكان، أن أعلى نسبة في السجناء المصلحين هم الذين دخلوا في الإسلام. يمكن قبل فترة جاكم المقطع هذا، مجموعة السجان الذين دخلوا فين؟ في الإسلام. تحسنت أخلاقهم داخل السجن بعدما أيش؟ بعدما أسلموا. لتعلموا عظم هذا الدين أيها الكرام. فلما تمر عليك هذه الفرية وكل ما تلقى تكلمت في هذا، يقول لك: يا أخ بس ما في غير حسد عندكم أنتم، ما في غير بس الجن والمس عندكم أنتم، لا بشركوا كلهم ممسوسين. لكن ما عندهم مشكلة في هذا الموضوع، للأمر ما يهمهم من قريب ولا من بعيد، وما يفعل الشيطان بالقلب ليش؟ بالقلب الخارب. لكن إحنا الأمر عندنا يهمنا، لأننا نتعبد الله عز وجل بما شرع تبارك وتعالى. نعم. هذه جملة من الفوائد العظيمة والثمار الكريمة التي تترتب على إخفاء الذكر وعدم الجهر به. من خلالها يظهر للمسلم أهمية إخفاء الدعاء وإصراره، أمر الله وبركاته، بخلاف الجهر به وإعلانه، فإنه يترتب عليه ضد ذلك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.